نظير دائما ما نلاحظ في أعمالك وجود أنماط من الكائنات الأسطورية أو الخرافية أو الكرتونية، سميها ما شاء. ما هو منشأ هذه الأشكال؟ والله هو مش تلبصت كويس مش هتلاقي مخلوقات، هتلاقي عنين. الموضوع كله بيبدأ أبستراكت، بيبدأ من غير مخلوقات، بس أنا بحاول الشغل بتاعي يوصل للناس والناس تلقائيا بتتفاعل مع أي شيء فيجريتيف أكثر من أي شيء أبستراكت. يعني حتى اللي عايز يبقى فيجيتيريان ساعات بيأكلوا حاجات زي حيوانات بحرية ومتسألوا أنت بتاكلها ليه، يقول لك عشان أنا بأكلش أي حاجة ليها عين. ففكرة أن العين هي اللي بتخلينا نتعامل، يعني في لحظة أول ما بتحط عين شيء مجرد بتحول لكائن. فلأني عارف أن أنا بشتغل المشروع ده بشتغل مع ناس من الشعب والأطفال وجين يتعاملوا وأنا عايز الشغل يوصل لهم، فكل اللي بغيره أن أنا في الأبستراكت بتاعي بحط عيون، فده بينتج عنه كائنات شكلها غريب، بس أنا ما برسمش كائنات بقدر ما أنا بحط عينين جوه أبستراكت وهي بتخلق كائنات. هناك بعض الفلسفات التي تتحدث أنه العين هي مركز للفكر، للروح أيضا، وأنك إذا أردت فعلا أن تتعرف إلى أشخاص يجب أن تنظر مباشرة إلى عيونهم. هل أنت في حياتك تتبع هذه الطريقة في التعرف على الأشخاص، أن تحدق في عيونهم؟ هي دي interesting اللي أنت بتقولي الكلام ده. أنا مصري، فما في مصر لازم لما تكلم حد تبص له، ولو ما عرفتش تبص لحد في عينه يبقى أنت مخبي حاجة، يبقى في حاجة غلط، لازم الناس تبص لك في وشك. لأن رحت عشت في إنجلترا، انك تبص للناس في عينيها ده شيء اجريسيف جدا، ده شيء مش صح وبيحرجهم وبيحسسهم ان انت اجريسيف. فاول ما روحت انجلترا من 12 سنة بدأت استخدم العينين كتير جدا في شغلي، ودائما يعني بطلت حتى استخدم العينين بشكل جانبي، بعمل العينين في شكل مواجهة. فبتخش اي عمل من اعمالي او اي معرض من اعمالي بتحس ان في 40 عين بتبص عليك. يعني هي بدأت بفكرة تحدي المجتمع الأوروبي أو المجتمع الإنجليزي بالتحديد، إن أنا ببص له في عينه، وفي نفس الوقت أول ما الحاجة بيبقى ليها عين من تالي بيبقى ليها روح. فهي تقدر تقول عليها الفكر المصري. يعني أنا ما أقدرش أتخلص من الفكر المصري، إن أنا سبت مصر عندي 30 سنة فأنا مصري، واللي بيمارس شغلي في لندن إن أنا بعمل شغل جوا لندن بالفكر المصري، وده بما فيه فكرة العين. يعني حتى الخاتم اللي لابسه في ايدي فيه عين حورس، اللي هو العين مهمة جدا في مصر.